دلوقتي هنتكلم على اتنين من الماسلز بتوع الماستيكيشن، وهم اقوياء جدا، اللي قلنا عليهم اقوى عضلتين في الجسم، دي اللي اسمها الماسيتر والتانية دي اسمها تيمبوراليس. خد بالك الاتنين الماسلز دولت بيقولوا عليهم الاكشن بتاعهم انتي جرافيتي ماسل. يعني ايه انتي جرافيتي ماسل؟ يعني المندبل ده لما ينزل لتحت بيفتح الماوس، وده الطبيعي ان المندبل بما انه سايب يعني وتقيل يفتح الماوس، يبقى الماوس يفضل طول النهار مفتوح. اللي بيمنع الماوس انه يتفتح ان الماسل الماسيتر والتمبراليز يشتركوا مع بعض يرفعوا المندبل لفوق، فعشان كده بيسموهم الاتنين دول اسمهم انتي جرافيتي ماسلز. يعني بقول لك ايه الاكشن بتاع التمبراليز والماسيتر، اول اكشن تقول له انتي جرافيتي، اللي هو بيخلي دايما البق مقفول، لان يعني لو الماسل تقول حشر بيهم شال تبص تلاقي الماوس يفضل ايه مفتوح، يبقى انتي جرافيتي ماسل. نمرة اتنين في الاكشن برضو اللي احنا شايفينها، اللي هي زي ما احنا شايفين الماسيتر اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي، ده هي دي الماسيتر، تبص تلاقيها بروترود المندبل، يعني ترجع تطلع المندبل لقدام، على عكس بقى التمبراليز تسحب المندبل لايه لورا، ريتراكت المندبل. يبقى الاثنين مصل يعملوا اليفيشن للمندبل، اول حاجه انتي جرافيتي يعني يعملوا اليفيشن ارفع المندبل، وبعدين الماسيتر تزق المندبل لقدام، ماسيتر تزق المندبل لقدام، والتمبراليز ريتراكت المندبل تسحب المندبل ايه ورا. خلينا ناخد الاورجن. طبعا الاورجن الماسيتر ماسل تطلع من الانر سيرفيس واللور بوردر بتاع زيجوماتيك ارش، ده زيجوماتيك ارش، تطلع من الانر سيرفيس واللور بوردر بتاع زيجوماتيك ارش، وبتعمل انسيرشن في اللاترال سيرفيس اوف ذا ايه ريموس اوف ذا مندبل، ده البودي بتاع المندبل، دي الريموس اوف ذا مندبل، تعمل انسيرشن بتاعها في اللاترال سيرفيس اوف ذا ريموس اوف ذا ايه مندبل. وبعدين النيرف سبلاي زي ما احنا عارفين ماسيتيريك نيرفز اللي هم طالعين من المانديبولار نيرف، احنا قلنا المانديبولار نيرف بيدي كل الماسلز اوف ماستيكيشن اللي هي ايه التمبرالز والماسيتر ميديال ترجود واللاترال ايه ترجود. يبقى ده الاورجن لور بوردر اند انر سيرفيس اوف زيجوماتيك ارش، الانسيرشن اوتر سيرفيس اوف ذا ريموس اوف ذا مندبل، نيرف سبلاي المانديبولار نيرف او الماسيتيريك برانشز اوف ذا مانديبولار نيرف، الاكشن انتي جرافيتي ماسل، وبعدين نمرة اثنين بروترود ايه المندبل. نيجي للمصل التانية اللي هي عبارة عن التمبرالز. التمبرالز خد بالك معي ده انا هي طبعا في الصورة اللي جاية بكل ما هبتدي شرحها من دلوقتي، دي بتاخد دي فاشة اسمها تمبرال فاشة، فبتاخد من التمبرال فاشة وبتاخد من الفلور بتاع التمبرال فوسة، بتاخد من البون بتاع الفلور بتاع التمبرال ايه فوسة، يبقى الاول من التمبرال فاشة والفلور بتاع التمبرال فوسة، وبتاخد من اللاين اللي تحت السوبيرو جلوتال سوبيرو تمبرال لاين اسمه انفيرور تمبرال اي لاين. خلينا نشوف الرسمه اللي بعد كده، ادي التمبرالز ماس واخده اوريجين، خدنا زي الصوره اللي فاتت من التمبرال فاشا، وده من اللاين اللي اسمه انفيرور تمبرال لاين، ومن الريمس ومن التمبرال اي الفلور بتاع التمبرال اي فصه. نيجي تعمل انسيرشن، انا قلت لك الانسيرشن البروز الرفيع المثلث ده اسمه كورونويد بروسيس، يبقى دي تعمل انسيرشن في الكورونويد بروسيس اوف ذا مندبل، وبتعمل انسيرشن في الانتيرو بوردر اوف ذا ريموس اوف ذا مندبل، بتعمل انسيرشن في كورونويد بروسيس والانتيرو بوردر اوف ذا ريموس اوف ذا مندبل. زي ما قلت لك الاكشن بتاعها انتي جرافيتي، يعني بتعمل اليفيشن مندبل، وبتشتغل بقى عكس الماسيتر. الماسيتر كانت بتعمل بروتروجن اوف ذا مندبل، دي تعمل ايه ريتراكشن اوف ذا مندبل، ديت تعمل لي زي ما احنا شايفين اللي هي بتعمل لي ايه ريتراكشن اوف ذا مندبل اللي هي ايه التمبرال. يبقى التمبرالز تعمل
الإليفيشن بتاع المندبل صح، وبعدين تسحب للمندبل لورا اللي هو ريتراكشن اوف ذا مندبل. ده على فكرة ده الانسيرشن بتاع الايه المسيتر، النقطة البارزة دي الانسيرشن بتاع المسيتر. اما الانسيرشن بتاع التيمورالز في التيب والانتيرو بوردر اوف ذا ريماس اوف ذا مندبل. والنيرف سبلاي ديب تيمبرال نيرفز، الديب تيمبرال نيرفز طالعه برضو من المانديبولار ايه نيرف، لان كلهم بياخدوا نيرف سبلاي من المانديبولار ايه نيرف.